التابعين أنه مرة فكر كم من الذنوب علي، قال أنا الآن حقيقة إحنا الآن في هذا المسجد لو جاءنا ملك الموت لحظة واحدة يأتي، فإذا جاء أجلهم كيف يلاقي الإنسان ربه؟ قال أنا على الأقل في كل يوم عندي ذنب واحد، طبعا ذنب واحد حقيقة يحتاج إلى رجل متقي بمرتبة من مراتب التقوى، وإلا إحنا ما أقول الحاضرين، أقول نحن البشر كل يوم حقيقة إذا واحد يحسب عشرات الذنوب، سوء الخلق مع الزوجة وعدم العشرة بالمعروف ذنب، وعاشروهن بالمعروف. الإنسان الذي لا يعاشر زوجته بالمعروف هذا ذنب، عاشروهن أمر، والفقهاء أفتوا بذلك، مو فقط نفقة، إن نفقة جزء القضية، العشرة بالمعروف من جانب الرجل، من جانب المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الحقوق والواجبات متبادلة، الغيبة والتهمة والإهانة والضحك على الناس وما أشبه ذلك، هذه كلها فيها حساب وفيها كتاب وفيها عقاب. فكر أنه إذا كل يوم أنا عندي ذنب واحد، الآن أنا إذا ألاقي ربي عندي 21,000 ذنب و500 ذنب، شلون ألاقي ربي بهذه الحالة؟ حقيقة تصور الموقف، موقف هذا العبد المتمرد على مولاه عندما يلاقي الله سبحانه وتعالى ما تحمل فسقط ميتا. أنت إذا واحد نقلت عن كلمة ضده وانكشفت تلك الكلمة، صدق حقيقة عادة مو حلوة، تقاعد مع جماعة، شخص يطلع، بمجرد ما يطلع يبدأ الحاضرون بالتكلم ضده، هذا إما غيبة وإما تهمة، إذا هذه الصفة فيه فهي غيبة، وإذا ما فيه فهي تهمة، بعيد بعدين بعيد عن الرجولة أن تنهش لحم أخيك وهو لا يشعر. إذا عندك رجولة شجاعة واجهه بصفته إذا كان ذلك جائزا شرعا، بمجرد ما يطلع وإذا تبدأ التعليقات والكلمات والغيبة والتهمة والنميمة.